بس عشان عاوز اسمعها. اسمك ايه؟ اسمي ابراهيم عبد الناصر الرادي رجب. تدرس فين؟ ان شاء الله السنه الجايه اعدادي طب بشري. انت كنت ثانويه عامه السنه دي؟ جبت 99.6. اللهم صل على النبي. مدرسه ايه؟ شهداء 25 يناير في اسكندريه. اسكندريه؟ ابوك بيشتغل ايه؟ ابويا بقى شغال فريسكا. فريسكا؟ وانت عندك كم اخ؟ عندي اخ اخويا خالد وشغال برضو معانا، وعندي اختي. مين فينا هو؟ اخويا لسه اعدادي. اعدادي؟ ثالثه اعدادي، واختي لسه سته ابتدائي لسه. وانت عايز تخش طب ليه يا ابراهيم؟ على الاقل فرحت ابويا يعني. انت؟ طب هو حلمي يعني، ما هو ده حلمي بالنسبه لي، ما هو معنى ان انا اخش طب ده حلمي بالنسبه لي. حلمك كان من زمان ولا؟ طبعا. من زمان؟ طبعا. عاوز تخصص معين ولا اي حاجه؟ ان شاء الله جراحه عامه. جراحه عامه. انت محدد هدفك يا ابراهيم؟ هنلعب يعني. تليفونك كام يا ابراهيم؟ 012-12-53-93-91. عشان لما توصل ابراهيم ابقى اكلمك في التليفون اقول للرجاله ده كان صح. حبيبي انا تحت امرك يا ابراهيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم احمد عاطف من قناه القاموس الانجليزي لتعليم اللغه الانجليزيه. ولكن موضوعنا النهارده نتكلم عن نموذج مشرف للطالب المصري. زي ما احنا شايفين في مقدمه الفيديو، والفيديو اللي جاي في المقدمه عن طالب اسمه ابراهيم من محافظه الاسكندريه. الطالب ده جايب 99.6 داخل اول سنه في كليه الطب. طبعا لما نيجي نحلل شويه كلام ابراهيم، تعالوا نطلع منه باستفاده لينا وللطلاب بتوعنا في جمهوريه مصر العربيه حتى في كل انحاء العالم، نطلع منه بدروس كده مستفاده. طبعا ابراهيم لما نبص للوهله الاولى نعرف ان ابراهيم طالب مجتهد ومحب للعلم، وعشان كده بيعمل اي حاجه عشان يوصل للهدف بتاعه، حتى ان هو شغال بائع فريسكا. طبعا الشغلانات مش عيب، واي شغلانه واي مهنه طبعا مش عيب طالما بتجيب منها رزق حلال. وبعتبر المجتمع بتاعنا ده عباره عن حائط مكون من قوالب، وكل قالب بيمثل مهنه في المجتمع، وكل مهنه بتشارك في بناء المجتمع. فطبعا ابراهيم كان طالب مجتهد، مش قال انا طالب في الثانويه العامه المفترض افرغ كل وقتي للمذاكره والدراسه، لا، ظروفه طبعا وديت هو ملوش دخل فيها، فقير، والده فقير شويه وظروفه تعبانه شويه، فبيساعد والده في الشغل. والده شغال بيع فريسكا، وهو بيطلع هو واخواته يشتغلوا نفس المهنه. ليه؟ عشان يقدر يصرف ويقدر يجيب الكتب بتاعته وياخد الدروس بتاعته ويقضي التزاماته خلال السنه اللي هي ثالثه ثانوي، وهي سنه مهمه جدا. طبعا ما تحججش زي معظم الطلبه ويقول انا ظروفي كذا وكذا وكذا ومش هقدر اعمل كذا وكذا وكذا، وبياخد ان حاله الفقر والحاجه ديت وعدم قدره والده ان هو يشتغل ويجيب لهم فلوس يقدر يكفي احتياجاته كطالب في الثانويه العامه حجه، ويكسل ويعتمد عليها ويتكي على الحجه ديت وكانه بيريح نفسه. طبعا من هنا نيجي خلاصه الفيديو. ايه خلاصه الفيديو يا شباب؟ انني لازم اول حاجه هدف قدامي رضا الله سبحانه وتعالى، وطبعا لا شك رضا الوالدين، لان رضا الوالدين من رضا الله سبحانه وتعالى. دي نقطه مهمه جدا جدا. تاني حاجه لازم يكون هدفي قدامي واضح، وهنا في نقطه مهمه جدا مش عارف خدتوا بالكم منها ولا ليه. لما الراجل في الفيديو مشكورا ساله ليه يا ابراهيم انت خشيت كليه الطب، قال له على الاقل فرحت والدي او على الاقل فرحت ابويا. عموما باختصار طبعا هو كان هدفه الاول مش كليه الطب، هدفه الاول كان طبعا فرحه والده، والهدف اللي بعد كده اي حاجه خاصه بمستقبل. يبقى لازم اكون عندي رضا الله سبحانه وتعالى ورضا الوالدين. تاني حاجه يكون هدفي واضح قدامي واسعه عشان احققه. ثالث حاجه اي ظروف او اي عوائق حواليا سواء ماديه او نفسيه او اسريه او ايا كان احاول اتخلص منها واجتهد واعرف ان الله سبحانه وتعالى هيكافئني على قد تعبي. زي ما انتم شايفين كده في بدايه الفيديو المفاجآت اللي كانت منتظره ابراهيم، لان هو فعلا يستاهل. فاحنا بنشكر كل اللي دعم ابراهيم، وبنشكر ابراهيم شخصيا لان هو فعلا قدوه لكل الشباب. اتمنى من كل طالب في الثانويه العامه في ظل الظروف ديت، طبعا بنمر بظروف طبعا هيكون فيها الطالب بيعتمد على نفسه اكتر من المدرس بسبب غلق السناتر وان المدرسه التعليم فيها مش كفايه، فهيضطر الطالب يعتمد على نفسه بشكل اكبر. اتمنى الكل يحط قدامه هدفه ويتعب له ويتاكد 100% ان ربنا ان شاء الله هيكرمه. الى نهايه الفيديو اشكركم وشكرا على حسن استماعكم، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.